أهلا بكم. مشهد الانتخابات في العراق مشهد محموم، يتنافس في هذه الانتخابات سياسيون ومرشحون وكتل من نفس الوجوه لنيل المناصب والمكاسب التي بحسب مراقبين وناشطين عراقيين تدر ملايين الدولارات من عمولات ومكاسب وسرقات من المال العام وإلى آخره، ليس حبا بالعراق والعراقيين بل من أجل مصالحهم الشخصية. هذا كلام غالبية الشعب العراقي الذي زورت أرقام نسب مشاركاته كما الانتخابات التي سبقتها بحسب مراقبين للشأن العراقي. في خضم التنافس المحموم على المناصب هذا تجبر شريحة مهمة من العراقيين وهم المعتقلون داخل السجون والمعتقلات، يجبرون على الإدلاء بأصواتهم لصالح سجانيهم من الأحزاب والكتل السياسية. هؤلاء المعتقلون الذين يستغيثون منذ سنين طويلة من كثرة الانتهاكات التي وصفت بأنها لا أخلاقية ولا إنسانية تمارس ضدهم من إدارات السجون، ومع تلك الفظائع التي ترتكب ضدهم يطلب منهم انتخاب سجانيهم ومن أشرفوا على تعذيبهم من الميليشيات الموالية لإيران. في كل الدورات الانتخابية سواء الحالية أو السابقة، المرشحون يعني كانوا برلمانيين أو مجالس محافظات أو وزراء أو مهما كانوا، الكل يريد أن يحقق الفوز في الانتخابات، ولكن من غير النظر إلى هذه الشريحة المهمة التي تعاني من الانتهاكات والظلم، ألا وهي شريحة المعتقلين التي أو الذي بات العراق حتى سجنا كبيرا لهم. سيكون معي مناقشة هذا الموضوع في هذه الحلقة الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ضيفي عبر سكايب، وأيضا عبر سكايب السيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق من برلين. مرحبا بضيوفي الكرام، سنبدأ الحوار بعد هذا التقرير، كونوا معي. كما هو حال الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات، فإن الانتخابات التي جرت في 18 من الشهر الجاري لن تغير شيئا لصالح العراقيين، بل ستدخل البلاد في نفق مظلم من الصراعات التي سيدفع ثمنها العراقيون بحسب الميثاق الوطني العراقي الذي أكد أن مجالس المحافظات هي حلقة زائدة ستؤسس لحكم الإقطاعيات وأمراء الطوائف، فضلا عن أنها ستثقل ميزانية البلاد المالية. السخط الشعبي تجاه الكتل السياسية اتضح جليا بعد دعوات مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات والعزوف الكبير الذي رافق التصويت العام بسبب ترسيخ مجالس المحافظات جذور الأحزاب الطائفية داخل السلطة بحسب وكالة فرانس بريس. وفي خضم تلك الصراعات والسباق المحموم لنيل المناصب والمكاسب، فإن ثمة شريحة مهمة من العراقيين المعتقلين منذ سنوات وهم يستغيثون من كثرة الانتهاكات التي وصفت بأنها لا أخلاقية ولا إنسانية تمارس بحقهم من إدارات السجون. ومع تلك الفضائح التي ترتكب بحقهم يطلب منهم انتخاب سجانيهم ومن أشرفوا على تعذيبهم من الميليشيات الموالية لإيران. هذا ويذكر أن العراق يضم عشرات السجون الحكومية فضلا عن السجون السرية المكتظة بالمعتقلين دون محاكمات عادلة، اعتقل أغلبهم بوشاية المخبر السري أو على خلفية طائفية أو تحت طائلة قوانين جائرة مثل قانون مكافحة الإرهاب أو بتهم كيدية ودون أي أمر قضائي بحسب المرصد الأورو متوسطي، الذين لا زالوا يرزحون تحت التعذيب والابتزاز والظلم دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكناً تجاه هذه الشريحة المنسية والمغيبة في ظلمات السجون. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.
يعني معتقلون في السجون شريحة واسعة وضخمة في العراق همها الحصول على حقوقها الإنسانية. مئات الآلاف ربما من المعتقلين، أرقام مهولة، معتقلات سرية، معتقلات علنية. هؤلاء إذا رسمنا لوحة رسام أو صورة رسام مثلا، ماذا يرسم؟ يرسم سياسيون، يرسم وجوه كالحة تبحث عن المناصب، يرسم من يسعون إلى السرقة من المال العام، أم يرسم المعتقلين الذين يرزحون والذين في داخل معتقلاتهم يناشدون؟ من يناشدون؟ يناشدون العالم، يناشدون أهل المناصب، يناشدون الأحزاب، يناشدون الشعب. لا صوت لهم. منذ 2003 وإلى الآن تكونت دولة من المعتقلين في هذه المعتقلات السرية والعلنية. ولكن هذه الصورة، صورة الانتخابات والتنافس المحموم على المناصب والمكاسب، أين الصورة الذهنية لهؤلاء الذين يتنافسون عن المعتقلين؟ أين هم عن المعتقلين الذين يرزحون في هذه السجون والمعتقلات؟ كيف تراقبت أجواء الانتخابات؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الصديق الأستاذ علي القيسي. أولاً، أن هذه الانتخابات العراقيون ينظرون إليها بقليل جداً من الأمل وبكثير جداً من التشكيك ومن عدم الاكتراث، والنسب التي سواء المعلنة رسمياً أو غير المعلنة، أعني النسب الحقيقية، تكشف عن يعني عزوف كبير للشارع العراقي، رفض كبير لإجراء هذه الانتخابات. العراقيون يعتقدون أن هذه الانتخابات هي حلقة زائدة لا قيمة لها، معني مجالس المحافظات حلقة زائدة لا قيمة لها، هي فقط محاولة من العصابات والأحزاب القائمة الآن ومرة أخرى ودائما. أنا عندما أتحدث عن أحزاب فإننا نتحدث مع التحفظ على الكلمة، لأن هذه ليست أحزاب، الموجود في العراق ليست أحزاب بالمعنى الحقيقي للأحزاب كما يعرفها الناس في العالم، وإنما هي دكاكين لواجهات لميليشيات ولربما أيضا حتى طوائف وأعراف وإلى آخره. العراقيون يعتقدون أن هذه وسيلة من هذه الأحزاب الميليشياوية ومن هذه الجهات المسيطرة على المشهد السياسي العراقي للاستيلاء على مزيد من المغانم، يعني تثبيت بعض الأركان لهم في السلطات المحلية في المحافظات، السيطرة على موارد جديدة للاختلاس طبعا وليس لخدمة المواطن على الإطلاق، هذه كلها، وأيضا التمهيد للانتخابات البرلمانية المقبلة فيما إذا جرت، هذه كلها نظرة العراقيين إلى هذه الانتخابات. وبالتالي هناك كان عزوف كبير عن استلام أو تسلم بطاقات الاقتراع، يعني العراقيون الذين يحق لهم الاقتراع كانوا بحدود يتراوح بين عددهم بين 24 مليون إلى 25 مليون، هناك 16 مليون، هذه حسب الأرقام الرسمية، هناك 16 مليون الذين تسلموا بطاقاتهم، بمعنى أن هناك أكثر من ثلث الشعب العراقي رافض ابتداء بإجراء هذه الانتخابات ولم يذهب للتسلم بطاقات الاقتراع. من 16 مليون الذين تسلموا هذه البطاقات، هناك 6 ملايين فقط الذين ذهبوا وشاركوا في هذه الاقتراعات، في هذا الاقتراع. كثير منهم يعني مدفوعين بدوافع لا علاقة لها بمصلحة العراق، هناك ميليشيات، هناك أناس كثيرين ربما لمصالح توجهوا، هناك الخوف، عامل الخوف،
هناك أيضا فتاوى دينية ساقت عدد منهم من الذين اشتركوا في مصطفى، التصويت. قوات الأمن صدرت أوامر لهم بانتخاب جهات معينة، والذي لا ينتخب يعاقب. نعم، هذه يعني نشرت وثائق في هذا الخصوص تؤكد ما تفضلت به، وهي أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشياوية توجهوا بالإجبار نحو انتخاب. هؤلاء عناصر أمن، إذا سمحت لي أستاذ مصطفى سأعود إليكم مرة أخرى. أرحب بالأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. أستاذ علي، مرحبا بك. إذا كان عناصر الأمن يجبرون على الإدلاء بأصواتهم لجهات سياسية معينة والذي لا ينتخب يعاقب، فكيف بالمعتقلين الذين هناك شهود من داخل السجون والمعتقلات تتحدث ويقولون تم إجبارهم على الإدلاء بأصواتهم؟ يعني عندما يباع الصوت ب50,000 دينار بحسب ما يتحدث العراقيين في الشارع العراقي، يباع الصوت ب50,000 دينار، هنا المعتقل يظلم حقه في الانتخاب أو في الرفض، يظلم حقوقه الإنسانية، وأيضا يتم إجباره على انتخاب سجانيه. كيف تعلق على هذا الأمر وهذه الصورة الشاملة التي ربما إن فسرناها أو نظرنا إليها وجدنا قهرا كبيرا؟ تحية لك وللمستمعين ولأخي وصديقي الأستاذ مصطفى، حياك الله. العنوان الأبرز للانتخابات العراقية هو يجب أن يكون كالتالي: السجون والمعتقلات هي الخزان الانتخابي المضمون الوحيد للميليشيات والأحزاب الحاكمة للعراق. هذه حقيقة أصبحت يعني معروفة، لا توجد جهة تسيطر على جهة انتخابية في العراق، حتى هذه الأحزاب التي تدعي أن لها طوائف وقواعد وميليشيات وغيرها غير مسيطر عليها. الجهة الوحيدة المسيطر عليها الآن سيطرة تامة هي المعتقلين. يعني قد أنقل لك حادثة أخرى يعني وصلتنا من خلال تواصلنا مع معتقلين وذوي معتقلين. هؤلاء المعتقلين فقط يعني ليس فقط أجبروا على التصويت، يعني تصور أنك معتقل وتعاني من أمراض جلدية من الجرب، وتعاني من بداية فشل كلوي بسبب عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي والجوع وغيرها. الكارثة الأخرى أن هذه الأسماء يعني أسماء المعتقلين وبطاقاتهم تم بيعها لأكثر من جهة. يعني هذه الجهة التي مسؤولة عن هذا السجن جمعت بطاق وأسماء هؤلاء المعتقلين وعرضتها في مزايدة، وأتت جهات اشترتها، وهذه الجهات التي اشترتها أيضا باعتها لجهات أخرى. ما هو حظ المعتقل من هذا؟ الكل يعلم أنه يعني الناس الآن حتى الذي هم خارج السجون مغلوبين على أمرهم وليس لهم من هذه الانتخابات إلا حظ. فقط أؤكد أن الخزان الانتخابي المضمون الوحيد للانتخابات في العراق هو المعتقلين والمعتقلين في السجون، وهذه كارثة ووصمة عار في جبين لا أقول الحكومة العراقية فقط، بل الأمم المتحدة وما تسمى بالسفيرة الأمريكية اليوم اللي استفزت مشاعر العراقيين حين باركت هذه الممارسة الديمقراطية في أسلوب مهين واستفزازي. يعني أي حقارة هذه التي تصل بسفارة دولة تدعي الديمقراطية؟ لكن لا عجب، لأن هؤلاء هم أتوا على ظهور دباباتها وفي تراب أحذيتها. طبعاً أستاذ علي، لو سمحت أستاذ مصطفى، الديمقراطية هذا المصطلح الذي لطالما بدأ العراقيون يشعرون به بعد احتلال الأمريكي للعراق عام 2003، مشاريع تغيير ديموغرافي، إجبار الأهالي على ترك مناطقهم بالقتل والتنكيل والتغييب القسري والاعتقال، ومن ثم الزج بهم في معتقلات، و
الإملاء عليهم وإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم من أجل ديمومة استمرار عجلة الفساد وعجلة العملية السياسية. هل الديمقراطية التي كان يبشر بها الأمريكيون هي ذات الديمقراطية التي يراها المعتقلون اليوم؟ يعني هذه كذبة الديمقراطية، كذبة جلب الديمقراطية إلى العراق. هذه ثرية الحقيقة العراقيون جميعا اكتشفوا خلال السنوات 21 الماضية، اكتشفوا أنها غير حقيقية وأن الولايات المتحدة لم تنشئ نظاما ديمقراطيا كما تزعم في العراق، لأن حتى مع أخذ بنظر الاعتبار أن نموذج الديمقراطية الغربية هو ليس النموذج الديمقراطي الوحيد في العالم، هناك نماذج ديمقراطية أخرى، لكن حتى بافتراض اعتماد النموذج الديمقراطي الغربي الذي جاءت فيه الولايات المتحدة إلى العراق، لا يعني الموجود في العراق لا يعني على الإطلاق ولا يمت بأي صلة على الإطلاق بأي من معاني الديمقراطية. الديمقراطية ليست إجراء الانتخابات، الديمقراطية ليست التنافس بين الأحزاب فقط، الديمقراطية ليست عملية الاقتراع التي تجري، الديمقراطية منظومة من القيم ومن الثقافات ومن الأفكار ومن البناء النفسي والتربوي والاجتماعي والثقافي والفكري، ثم بعد ذلك تأتي عملية التنافس بين الجهات الحزبية أو المرشحة للانتخابات وعملية الإدلاء بالأصوات وإلى آخره. أولا هنا لا يوجد هناك على الإطلاق برنامج للعمل تقدم به أي من المرشحين، سواء في الانتخابات المحلية التي جرت بالأمس أو بالانتخابات البرلمانية التي جرت عدة دورات لها في السنوات الماضية. هناك فقط شعارات وهمية وكاذبة خادعة، هناك وعود خادعة للمواطنين، هناك مزاعم إلى آخره، ويعني رشاوى أيضا، وهذه يجب أن يحاسب عليها القانون في الحقيقة. عندما يقوم المرشح برشوة الداخل بوعود كاذبة يجب أن يحاسب عليها القانون، عليه القانون يحاسبه عليها على هذه الوعود، يحاسبه القانون أولا وبعد ذلك يحاسبه الناخب أيضا. القانون في العراق، القانون في العراق بات غائبا بشكل كبير، وهناك من يرى بأن هذا القانون تم تسييسه من أجل مصلحة السياسيين. أستاذ مصطفى، في هذا الأمر عندما تصرف مليارات الدنانير أو مليارات الدولارات على الدعايات الانتخابية وعلى اللوحات وعلى الرشا وعلى شراء الأصوات، هذه الأموال لو كانت في اليابان، لو كانت في النرويج، لو كانت في سويسرا، لو كانت في ألمانيا، لو كانت هذه الأموال، ألا تكفي لبناء دولة كاملة فقط أموال يعني الترويج والدعايات الانتخابية وشراء الذمم؟ هذه فقط. يعني قبل أن أجيب على قضية الأموال، طبعا هناك مال فاسد كبير يحرك كل هذه العملية السياسية، ما تسمى يعني بالعملية السياسية، سواء بشقيها الانتخابات المحلية أو بشق الانتخابات البرلمانية أو غير ذلك. ولكن قبل الحديث عن هذا، الديمقراطية هي الخيار الفردي الحر بالاقتراع السري المباشر. الذي نجده الآن هو عملية التحشيد الطائفي، عملية الابتزاز، عملية الوعود الكاذبة، الخداع المستمر من المرشحين ومن الأحزاب ومن الكتل، ثم هناك الفتاوى الطائفية التي تصدر من هذا الطرف أو ذاك، وقد صدرت الكثير من كل الجهات، سواء التي تزعم أنها تمثل المذهبية الشيعية أو سواء تلك التي تزعم أنها تمثل المذهبية السنية، كلاهما
دفعوا الناس بالفتاوى، وهذه تتنافى كليا مع قيم الديمقراطية الحقيقية. هناك أيضا سيطرة الميليشيات، هذه الميليشيات التي ترهب الناس وتغتال المرشح وتفرض عليه بعض الأمور، وقد وجدنا انسحابا لبعض المرشحين نتيجة ابتزاز الميليشيات والضغوط التي والتهديدات التي تعرضوا بها، والتي وصلت إلى حد ربما اختطاف بعض من أفراد عائلتهم أو غير ذلك أو تهديدهم بالقتل. هناك الأموال الفاسدة، هناك القانون الذي يغطي هذا الفساد، سواء في العملية ما يسبق العملية الانتخابية أو ما يلي العملية الانتخابية. إذا اكتملت هنا أستاذ مصطفى، يعني ربما ثلاثة عناصر مهمة جدا تعمل على شحن وإدامة ديمومة عجلة النظام القائم في العراق على المحاصصة، هو المال السياسي والفتاوى الطائفية والقضاء المسيس. سأعود إليك أستاذ مصطفى وأستاذ علي، سأعود إليكما. فقط لدينا اتصال مع السيدة العراقية أم شهاب من بغداد. أم شهاب زوجها معتقل وابنها مخطوف ولديها ثلاثة شهداء، كان الله بعونك. يا أم شهاب مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم شهاب. أم شهاب، هلا حدثتينا عن معاناة زوجك المعتقل أثناء ما تزورونه دائما، ما هي ظروفه في داخل المعتقل؟ أول مرة أشكركم والله يبارك بيكم والله يحفظكم. حياك الله أختي. اتحلم الدنيا. والله استاذ عيوني، اني مرضي ايتام. نعم. تسعة. وراحوا وليداتي كليتهم، الله يشهد. الله يكون بعونك. اني راحالي ثلاثة. وواحد كان معتقل بفرقة 17 وتم اطلاق سراحة واختفوا من عندنا. نعم. عام 2014. نعم. وعام 2003 يعني سنة 3 راح لي واحد، وعام 2004 راح لي واحد. وعندي بس رحمة الله هسه ظلت بس الأيتام، وعندي هسه واحد بالمحتقل. نعم. فأني أطلب من الله وأطلب من كل شريف وأطلب من حقوق الإنسان أن ينقذوني بحالي. يا والله يا يما دزيت لكم الصور واني مره معوقه، اني مقعده الكرسي، هذا الوليد يجيب لي لقمه العيش هسه بالمحتقل، لا ماكل ولا شارب، والله تهمة باطله. من تروحون تزوروه شنو ظروفه؟ يعني ظروفه بالداخل لما تلتقون به شنو يحكي لكم؟ داخل المعتقل يتعرض للاعتداء، يعني ماكو علاج جوا داخل المعتقل، يتعرض الى انتهاكات مستمره. نعم والله لا علاج ولا ملابس وحال السيء ولا حتى هاي الصابون الرقي. والله انا توجع العوتية اخذ طفل وياي ما يخلون الطفل يطب. وليدي لا ماكل ولا شارب، تهمة باطلة بسبب مشكلة بالمنطقة ما عرفنا هناك، لان يقولوا المرأة مشتكية عليها من عام 2006 وليدي خذوه عام 2018 لا ماكل ولا شارب. اشتكينا على ذول سووا المشكلة، خابروني العصر قالوا له تعال، راح وليدي بعد ما رد لأن التعذيب وحالته سيئة ودزيت لكم إياه. شكرا أم شهاب، وكان الله في عونك يا أم شهاب، ويا رب إن شاء الله يفرج عنكم ويفرج عن زوجك المعتقل، والله يرحم أبنائك الشهداء. هذا نموذج لألم العراقيين. السيدة أم شهاب، السيدة العراقية الأصيلة، المسؤولون الآن والسياسيون والعملية السياسية والانتخابات كلها التي يروج على أنها من أجل العراق وحبا بالعراق، ولكن هي من أجل نهب العراقيين والزج بهم بالمعتقلات
بكل قسوة وكل وحشية وكل إنكار. سيد علي، يعني لسان حال العراقيين هنا، هل يفرحون بانتخابات من أجل عرس انتخابي للسراق، سراق المال العام والمتاجرين بالعراق، أم من المفترض أن ينصفون ويسعفون وينقذون من هم بالمعتقلات من العراقيين الشرفاء الذين دخلوا بواسطة المخبر السري ولم تتوفر لهم أي محاكمة عادلة؟ أولاً لا، يجب أن نحدد يعني بالتحديد السبب الحقيقي لإصرار ما تسمى بالحكومة العراقية وأحزابها وميليشياتها على إقامة الانتخابات لمجالس محلية في هذا الوقت، في وقت وافقت كل هذه المسميات على اعتبارها حلقات زائدة. السبب الرئيسي لهذا الأمر أن هذه المسميات والميليشيات وقادتها بعد ثورة تشرين انقطعت صلاتهم بالشارع ونهائيا. يعني أعطني مسؤول من هادي العامري إلى نور المالكي إلى أي مسؤول كان باستطاعته أن يذهب إلى قضاء أو ناحية أو محافظة ويتجول ويؤدي مثلا يلتقي بالناس. هؤلاء أصبحوا منعزلين ومنبوذين ومحتقرين من أقرب الناس لهم، ولذلك أرادوا أن يقيموا هذه هذا المسمى الكارثة الانتخابية لتجميع عصابات ومسميات تحميهم أو تسوق لهم في هذه المناطق. لأنه هذه المناطق نحن لاحظنا أن هناك ناس يدعون تمثيل هذه الطائفة ويدعون تمثيل هذه المحافظة ويدعون تمثيل هذا الحزب، لم يستطيعوا أن يقفوا فيها خمس دقائق أمام الناس، ولذلك هم يحاولوا أن يجدوا لأنفسهم موطأ قدم ويجمعوا من حولهم مجموعة من المنتفعين والوصوليين والمرتشين من خلال مشاريع وهمية وغيرها، يدفعوا لهم هذه الأمور حتى يستطيعون يعيدون ما يمكن أن يعتقدون إعادته في صلة بهذا الشارع. يعني هل يستطيع نور المالكي من محافظة كربلاء؟ لا يستطيع أن يذهب إلى كربلاء. هادي العامري يلاقى بالاستهجان وصيحات الاستهزاء، بل هناك من استقبلوا بالحجارة وبأشياء أخرى يتم رجمهم. أعطني مسؤول الآن يستطيع أن يصل إلى محافظة الناصرية ويتجول فيها. هذا الانقطاع والنبذ والاحتقار اللي لاقته هذه المسميات والميليشيات هي اللي أجبرتهم، يعني إجابة على سؤالك، لماذا هذا الإنفاق ولماذا هذا التخصيصات؟ كل موارد الدولة وإمكاناتها سخرت لانتخابات عجيبة غريبة نفسها هي هذه الكتل السياسية والمسميات اعتبرتها في يوم من الأيام حلقة زائدة وألغتها، ألغت المجالس المحلية ومجالس البلديات. هم يريدون يعيدون يعني يثبتون قواعد لهم أو ممثلين، لا أقول أحزاب، أنا لا أسمي هذه أحزاب، هذه سميها عصابات، سميها أي شيء تسمى إلا أحزاب، لأنه الحزب لا يوجد حزب في العالم إلا ويخضع لقوانين. وهذه الأحزاب الآن، هل تعلم أن قانون الأحزاب، يعني قانون تمويل الأحزاب وغيرها، هذا الحلقة الوحيدة التي لم تناقش حتى الآن في الدستور العراقي ولم تشرع إلى الآن. يعني عملية تمويل الأحزاب من أهم قوانين قيام حزب هو مصادر تمويله. أعطني حزب الآن في العراق لديه مصادر تمويل معروفة وواضحة. هذه هي الكارثة، هذه ليست أحزاب، هذه عصابات ميليشيات تريد أن تنشر فروع ومساعدين وأعوان لها في محافظات ونواحي وقرى ومراكز ومناطق أخرى. نعم. طيب أستاذ علي، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ مصطفى كامل، المال السياسي، الفتاوى الدينية التي تدعم ديمومة العملية السياسية، وأيضا القضاء المسيس، ما هو علاقته بتمويل الأحزاب؟ هل هذه الانتخابات أصلا من أجل استمرار عجلة تمويل هذه الأحزاب المدعومة
من إيران بمشروع لا يعتبر أبداً مشروعاً عراقياً، بل هو مشروع إيراني إقليمي بامتياز بحسب ما يرى محللون سياسيون. إلى أي مدى هذا صحيح؟ يعني بالإضافة إلى العوامل الثلاثة التي تفضلت بها، هناك العوامل الميليشياوية التي تضاف إلى هذه العوامل الثلاثة، الفتاوى التحريضية الطائفية والقضاء والمال الفاسد. هناك كما قلت الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على كل مراكز القرار في العراق وكل مواقع القرار الإداري والسياسي والأمني والعسكري بل وحتى الخدمي. هذه هناك دورة يعني المال الفاسد في العالم، هناك مسؤول فاسد يرتشي وبالتالي يمول نفسه. في العراق هناك حالة لا مثيل لها على الإطلاق، هناك دورة كاملة من الفساد، هناك مال فاسد يمول يعني منظومة مال فاسد، تمول منظومة سياسية فاسدة، تمول أو تدعم قضاء فاسد ويغطيها هذا القضاء الفاسد، وبالتالي هناك دورة كاملة لهذه للفساد السياسي في العراق. المال الذي يأتي من هذه الانتخابات هو في الحقيقة لتمويل هذه الميليشيات والأحزاب أو ما يسمى يعني بالأحزاب، لأن هذه الانتخابات ستدر على الجهات المعنية في العراق، تدر عليها أموال العقود وأموال الكوميشنات وأموال الغشاء وتؤسس مواقع نفوذ لها وإلى آخره. بل وحتى هناك شيء ربما لا مثيل له في العالم على الإطلاق، العلاقات بين الدول تنشأ أو تقوم بين لنفترض وزارة الصناعة في البلد سين ووزارة الصناعة في البلد صاد، وزارة التربية في البلد سين ووزارة التربية في البلد صاد. في العراق هناك مسألة ربما لا يعني كما قلت لا مثيل لها في العالم، وهي أن مجالس المحافظات في محافظات بعينها تقيم علاقات مع دول أخرى، مع وزارات في دول أخرى، مع مع مجالس محلية في دول أخرى، وهذا أمر غير موجود على الإطلاق. يعني العلاقات الخارجية بين الدول تكون مركزية، ولكن في بلد مثل العراق بنظامه السياسي الهجين ونظامه الإداري لا مثيل له، يعني ولا هو مركزي ولا هو فدرالي ولا هو كونفدرالي، هو خليط من كل شيء وموضوع في بوتقة واحدة، ويقدم هكذا للعراقيين في جرعة سامة قدمت لهم منذ يوم الاحتلال الأسود وحتى اليوم. هذه السنوات 21 السوداء لم تنضج نظاما سياسيا واضح المعالم للعراق، سواء كان مركزيا أو فدراليا لا مركزيا أو حتى كونفدراليا. الآن غير موجود أي ملامح واضحة لنظام سياسي محدد. هذه المجالس تقيم علاقات مع دول أخرى، وبعض هذه العلاقات أمنية. يعني تصور أن هناك رجال أمنية في مجالس المحافظات تقيم علاقات أمنية مع دول أخرى مجاورة أو غير مجاورة، وهذا حصل بالذات مع إيران ويعني بشكل واضح. وهذا هو السبب أكيد في تطور العراق على جميع المستويات، على المستوى الصناعي وعلى المستوى الزراعي والخدمي. العراق ليس كمثله بلد الآن في التطور بسبب هذا النظام الحالي. يعني هناك أفكار خلاقة يعني يكتشفها العراقيون بين فترة وأخرى، وبالتالي نحن يعني الناس تتمنى أن لا تمطر السماء في العراق حتى لا تفيض وتطفح المجاري من شدة ذكاء هذا النظام ومن شدة الخدمات التي قدمها للمواطن العراقي وهو يفرح بعروسه الانتخابي. أستاذ علي، بالعودة إليكم مرة أخرى، أين المنظمات الدولية
التي كانت تشجع على عراق جديد، هل هذا هو العراق الجديد؟ هل الحداثة في العراق هي بانتخاب الوجوه الكالحة، نفس الوجوه التي تسرق ونفس الأحزاب التي تسرق ونفس يعني نفس الحالة ونفس الظروف؟ المنظمات الدولية ترى بأم عينيها الانتهاكات، سواء على مستوى الانتهاكات داخل السجون أو خارج السجون، فالعراق أصبح سجنا كبيرا. للأسف المنظمات الدولية، وأنا أخص بالذكر هنا الأمم المتحدة وبالتحديد برنامج اليونامي اللي كانت مهمته وأساس تشكيله لمساعدة الشعب العراقي، هذا البرنامج تحول إلى مساعدة الحكومة العراقية وهذه كارثة. ثانيا هناك للأسف منظمات عريقة ولديها ماضي يعني عظيم ونحترمها، مثل الICRC منظمة العفو الدولية، وهذه منظمة لديها مكاتب وفروع في كل العراق الآن. للأسف يعني سكوتها يصل إلى حد التواطؤ. أما الدول، وأنا هنا أؤكد وهذا كلام لكل العراقيين، كثيرا ما ألاحظ في مواقع التواصل هناك من يتوقع أن أمريكا وأن فلان دولة وفلان دولة، هذه الدول وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وغيرها من المسميات تعتبر هذا الوضع المدمر في العراق هو وضع مثالي. يجب أن نتذكر أن هؤلاء احتلوا العراق لتدمير أولا مقدرات العراق وتدمير الجيش العراقي وتدمير مكانة العراق في المنطقة. ثانيا الآن ما يجري هو عملية إعادة تقوية أقوى منظومة عندنا، بناء الحقيقة منذ 2003 لليوم أقوى المؤسسات في العراق هي مؤسسة الفساد. مؤسسة الفساد أقوى منظومة في العراق تعمل. هذه مجال انتخابات مجالس المحافظات وسيلة لتقويتها ونشرها، مكان ما تتم الصفقات كانت والعقود الوهمية والمشاريع الوهمية وأموال النفط وتهريب النفط يتم على حلقة ضيقة داخل بغداد وعلى جهات معروفة ومسميات معروفة. الآن يراد توسيعها لكي تضمن لهم يعني موطئ قدم في المستقبل. هذا الذي يجري في العراق. لا أحد يتوقع من العراقيين أن هناك من يأتي ليساعده لينتشله من هذا الوضع المزري الناتج عن الاحتلالين، الاحتلال الأمريكي والإيراني. وكل ما يجري في العراق علينا أن نتذكر أن أمريكا هي التي تسببت به، أمريكا التي سلمت العراق لهذه الميليشيات والعصابات التي تشبه عصابة سطت على مصرف وبدأت تنهب من ثرواته. العراق اليوم يعني مصنف بأسوأ. هل تعلم يا سيدي أنه العراق الآن من أكثر الدول اللي شبابه منتشرين في صقاع الثلج وحدود الدول يطالبون بالهجرة والهرب من العراق؟ هذا يعني بلد الانتخابات مضمونة فقط بالسجون والمعتقلات. ماذا تسمي هذا البلد؟ سجنا كبيرا، والدليل هروب الشباب وأمل الشباب بالهروب إلى خارج العراق بسبب الظلم والحيف الذي تسبب به نظام المحاصصة. اسمحوا لي ضيوف الكرام مشاهدي الكرام نشاهد الآن هذا التقرير المصور.
هذا موجود يعني شنو؟ أهون الموجودين. انتخب أهون الموجودين إذا تعتقد أن هذول ما بيهم خير. إذن بالعودة لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة عن المعتقلين والانتخابات في العراق، صورة شاملة للقهر. أستاذ مصطفى كامل، يعني لطالما المعممون يطلبون من الناس أن ينتخبوا حتى وإن كان أهون الأشخاص، أو مثل ما سمعنا قبل قليل لهذا المعمم، ربما نقول إن هذا النظام هو مدعوم ب يعني منظومة للفتاوى الدينية التي تعمل على إدامة وديمومة إشعال هذه الشعلة المتقدة من الفساد إن صح التعبير في العراق. أستاذ مصطفى، يعني ثوار تشرين أسقطوا هذا الصنم، صنم الانتخابات، ثوار تشرين أسقطوه وقالوا بأن ما بني على باطل فهو باطل، والدليل أنه لم يأتي بخير للعراقيين، لا 2005 ولا 2009 ولا 2013 ولا 2018 ولا 2023. هذا الصنم، صنم الانتخابات، إلى أي مدى، إلى أي فترة زمنية سيظل في العراق ينتج؟ يعني هناك عبارة يعني كنت أستذكرها، أن دول العالم تستورد القمامة من أجل إعادة تدويرها وإنتاج الوقود الذي يفيد الوطن، يفيد المواطن، يرفع من مستوى دخله، ولكن في العراق يتم استيراد قمامة من أجل إعادة تدويرها في العراق لتحكم. هذه القمامة إن صح التعبير، والعذر يعني على هذا الوصف، هذا الوصف هو وصف لأي مواطن عراقي يرى بلده عبارة عن سجن، سواء كان معتقل في الداخل أو الخارج، وليس فقط ما أتحدث به الآن. إلى أي مدى أستاذ مصطفى سيظل صنم الانتخابات الذي أسقطه التشرينيون موجودا في العراق على شكل هذه الانتخابات؟ قبل أن أجيب على سؤال حضرتك الذي تفضلت به الآن وهو مهم جدا، ألتقط مما تحدث به الأستاذ علي القيسي في إشارته إلى المنظمات الدولية. الحقيقة أن المنظمات أو معظم المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في العراق الآن باتت تغطي كل الجرائم والأخطاء والانحرافات والكوارث التي تحصل في العراق بسبب ما يدفع لها، ولا أقول رشا بمنتسبيها فقط، وإنما يدفع تمويل لتلك المنظمات. وأنا أتكلم عن منظمات إقليمية كبرى جدا ومنظمات دولية مهمة جدا. العراق الآن أو الجهات المتسلطة على العراق لأجل الحصول على هذه المواقف السياسية الدولية والإقليمية الداعمة للعصابات المتحكمة في العراق، لأنها ليست حكومة وليست عراقية، هي عصابات وميليشيات إرهابية متحكمة في العراق، الآن يجري تمويل هذه المنظمات، وهذا التمويل رسمي، ولا أتحدث عن الرشا المقدمة لأفراد بعينهم، وإنما تمويل هذه المنظمات بما يديم حالة تغطية الجرائم والكوارث والمفاسد الهائلة الحاصلة. إلى أي مدى سيبقى هذا النظام قائماً بعد أن أسقطه ثوار تشرين؟ أولاً، هو ثوار تشرين الحقيقة أجلوه، لأن ثورة تشرين لم يعني تثمر عن نتيجة ساحقة تماماً كما يتمناها العراقيون جميعاً، لذلك تأجلت الانتخابات التي كانت متوقعة أن تجري في 2020 أو 2019، الانتخابات المحلية، والآن جرت في 2023. الذي يحصل أن هذا النظام
بكل جرائمه، بكل ملامحه التخريبية، بكل خططه وأهدافه التدميرية في العراق، يراد منه أن يستمر حتى تدمير كل معالم القوة والنهوض وكل معلم إيجابي في العراق. لذلك لا يمكن لهذا النظام الفاسد أن ينتج ملمحا إيجابيا. أنت لا تجدي من الشوك العنب، لا يمكن أن تحصل على نتائج إيجابية من نفس المقدمات الفاسدة والسلبية والإجرامية والكارثية التي شهدها البلد طيلة السنوات الماضية. لا يمكن على الإطلاق أن تكون هذه المقدمات السيئة تنتج نتائج إيجابية. المطلوب لخلاص العراقيين ولتحقيق التغيير الإيجابي وصولا إلى مرحلة الصفر، لأن العراق الآن في مستوى متدني دون الصفر. حتى تصل إلى مرحلة الصفر ثم تبدأ بعد ذلك بالبناء، يحتاج العراق إلى تغيير كل هذه المنظومة الفاسدة التي جاء بها الاحتلال، وأعني بها شخصيات وأحزاب وبرلمان وقوانين وأنظمة وإجراءات وهياكل إدارية وأمنية وعسكرية. كل هذه المنظومة ما لم تتغير وتزاح بالكامل، لا يمكن أن نتخيل هناك ملمحا إيجابيا يمكن أن نشهده في العراق. العراق الآن هو ليس على حافة الهاوية، هو في الهاوية تماما بفعل هذه العناصر التي تحدثنا عنها أو أشرنا إليها قبل قليل، وهي الأحزاب والميليشيات والبرلمان والإجراءات والدستور والقوانين والأنظمة والنظام الإجراءات الإدارية والأمنية والعسكرية وإلى أي بقاء لأي عامل توتير وأزمة وعامل مسبب للكوارث سوف يبقي العراق في قعر الهاوية. والحقيقة أنه كل ما طال بقاء العراق في الهاوية فإن النتائج ستكون على الشعب أكثر كارثية في المستقبل، وستتسع هذه الكارثة لتشمل ليس فقط العراق وإنما الأطراف المحيطة به إقليميا، ثم يمتد هذا الخراب إلى أطراف ومساحات أوسع في المجتمع الدولي. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي عبر سكايب، وشكر موصول أيضا للأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.